معنا اليوم في كلمة رأس الكابتن والجنرال محمد إبراهيم، كابتن الإنجازات وكابتن منتخب الكويت وكذلك العديد من الأندية الكويتية. اليوم راح يكون في مرمى 3 في 3. حياك الله كابتن محمد. مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية، وأهلا ببرنامج ليالي الكويت. حنا متابعين جيدين لهذا البرنامج الحلو الممتع. مستعد للتحدي؟ أنا دائما أعشق التحدي. اليوم راح يكون 3 في 3. يلا. راح يكون أول سؤال، أهم 3 بطولات حققها الكابتن محمد إبراهيم خلال توليه التدريب. بعد ما يحتاج، يعني هذه أغلى البطولات يسمونها بطولات صاحب السمو، لذلك أعتقد هذه من البطولات اللي أنا أعتز فيها وحققتها. البطولة الثانية أيضا يسمونها أيضا غالي علينا واسم غالي علينا، سمو ولي العهد، وحققت 6 منها. والبطولة الثالثة بطولة الدوري بالكويت بالقادسية وبالكويت. أهم 3 لاعبين قدمهم الكابتن محمد إبراهيم إلى الملاعب. وي بتردني ترى أنا شيبت. شوف أنا تدرجت من المراحل السنية وتدرجوا وياي لاعبين لليوم يلعبون. النجم الكبير بدر مطوح، النجم الكبير مساعد ندى، والنجم الكبير حسين فاضل، وذيل كلهم كانوا أعمارهم 13 سنة 14 سنة لغاية إلى هذه الساعة، وربي يحفظهم ويوفقهم. ومن أهم الأسامي الموجودين اليوم في منتخب الكويت. حقيقي أنا 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 مستمتع، يعني حقيقي لهم أكون نجوم كثيرين، لكن أنا مستمتع لليوم، يعني أهم هامة وبوابات في الكويت. أهم 3 أمنيات رياضية حققها الكابتن محمد إبراهيم. أول شيء يعني كنت أحب مجال التدريب وحققت هذا وكسبت شعبية كبيرة في هذا المجال، وأكون شاكر لهذا الجمهور. خلاص دراستي وكنت متوجه إلى تربية المعلمين وصرت مدرس، فأعتقد أيضا هذه أمنية حققتها. والأمنية الثالثة الكل تحدى، أقول الكل يتمنى الأسرة الكاملة، وأنا ما بين أسرتي الله يحفظهم، وهذه الأمنية الثالثة. صلى الله عليه وسلم. الله يحفظهم. أهم 3 مدربين استفدت منهم. للأمانة يعني هناك يمكن أخاف يزعلون، ولكن هناك مدربين كثار، يعني أنا يوم من الأيام تعلمت على أستاذي الكبير كابتن الكبير الوطني صالح زكريا، سكولاري فيليب لويس أيضا يوم من الأيام اللي كان أيضا مدربي وكنت أتمتع لأنه يعشق التحدي وعنده القرارات، فأعتقد أيضا تمتعت وأخذت منه. هيدالغو المدرب الفرنسي في 82 أمام الكويت واللي فاز علينا 4، يوم من الأيام كان مستشار علي، أيضا هذا من المدربين أيضا للأمانة أنا استفدت منهم كثيرا. أهم 3 أهداف حط الكابتن محمد إبراهيم يوم كان مهاجم نادي قادسية. بالقادسية أغلى الأهداف كانت على العربي، هدفي في موسم 89 في كأس الأمير اللي رفع هذا الكأس فيصل الدخيل، هذا أغلى الأهداف. أحد الأهداف اللي كانت مهمة، ما كانت يعني مهمة للقادسية كثر ما كانت مهمة للعربي، تتويج العربي في دوري العام، في آخر دوري عام تتويج العربي بهدف محمد إبراهيم على السالمية. هدف الثالث للأمانة هدف صعب جدا على خالد الفضلي نادي كاظمة، كنت على خط الجول من برا وسجل هدف بالرأس، أعتبر هذا هدف أيضا غالي علي لأنه كنت ماخذ إبرة بالظهر وطلعت بعد الهدف هذا. ما تشوف شر إذا طرينا نادي العربي، نبي نعرف رأيك في مستوى نادي العربي حاليا. شوف للأمانة يعني أنا حتى أنا إذا أنت عرباوي ولا العشاق كلهم عرباني، أنا أيضا تعبان لأن أشعر العربي هو ملح البطولات، ملح دولة الكويت مما يملك العربي من قلعة وجمهور وأيضا بطولات. واليوم العربي للأمانة ما هو هذا العربي، العربي الثمانينات، العربي الثمانينات يعني الحين خلي يسمعون اللاعبين، يقود العربي بالنص 3 لاعبين مع احترامي للجميع كلهم وعلى مدار السنوات كلها، عسكر وكرم وبلوشي، 3 لاعبين يقودون ويأخذون كل هالبطولات مع لاعبينهم الآخرين مدافعين والمهاجمين. اليوم ما أشوف هذا الوضع بالعربي، خلينا ننظرون للوضع السابق وإن شاء الله يردون العربي، لأن العربي هو رياضة الكويت مع الأندية الأخرى. طبعا أشكر الجنرال، مو غريب عليك روح الرياضية الجميلة هذه. الله يسلمك. ودي أعرف أهم 3 أهداف حققها الكابتن محمد إبراهيم خلال تواجده في المنتخب الكويتي. تسجيلي. إيه نعم تسجيلي.
طبعا دورة الخليج العشرة أهداف على قطر وعلى الإمارات بالصداقة والسلام اللي عملوه بالكويت على إيران، أيضا هذا بالمنتخب إيران وقطر والإمارات أهم ثلاث أندية عالمية يحرص الكابتن محمد إبراهيم أن يتابعه. احنا قبل من عشاق أيان رش ليفربول، بس اليوم ليفربول شوي تعبانين. ريال مدريد ملكي قد ساوي وملكي ريال مدريد، الحين قمت أميلي شوي إلى السيتي مانشستر سيتي، مع أن نتائجه كلش ما هي إيجابية. وإذا قلنا على مستوى الخليج أهم ثلاث أندية خليجية تحرص أنك تتابع؟ لا شوف، كل شيء في أصفر بالخليج حلو، نصر السعودي، الوصل الإماراتي، وما نبي نزعل إخواننا الهلاليين. طبعا يعني قد ساوي بحت ما تخلى عنه ولا صار. لا شوف، أنا يعني ما حد عرفني ولا حد يعني خلاني أوصل لهالمواصيل غير القدسية، ولا يمكن يوم من الأيام أن أنكر جهد وإدارات وجماهير القادسية اللي وضعني في هذه المرتبة. أهم ثلاث بلدان يحرص الكابتن محمد إبراهيم أن يزورها. لا في بلدان لا تروحون ترى. أنا بعد الكويت لندن، ولندن ومحطاتها يعني. إيش لندن الكويتية؟ يعني دائما أغضي فيها 3-4-5 شهور إذا ما كانت عندي أي التزامات. مانشستر، برايتون، لندن، أنا من يعني. مشكلتنا ان علمنا الاولاد عليها. الاولاد الحين كل يوم رايحين لندن. بيروت بلاد العرب. جميل. يعني بلاد فيروز نقولها، والمطربين الكبار. البلد الثالث من ما يحب مصر. الله، مصر ام الدنيا. ام الدنيا. اهم ثلاث اصدقاء يحرص الكابتن محمد ابراهيم انه ما يفارقهم. يعني المغربين حقيقه ابراهيم مسعود. اي والله ابراهيم مسعود حيتنا اكثر المغربين. العم ايضا صديق واخونا وابونا اسعد عبد الهادي. مجب البايمن ايضا من الناس اللي اعزهم ومن الناس اللي حقيقه احترمهم بشكل كبير. نعم فيهم كلهم ووجه لهم كل التحيه. نقدم لك ثلاث وردات وان شاء الله اتمنى نشوفك قريب في استديو ليال الكويت. الله يسلمكم، مشكورين. الوردات هذه لي لك، انا اقدمها لكم بعد. احنا شاكرين لك لانكم انتم ما شاء الله عليكم ايش حلوكم. وجودك اليوم هي اهم ورده بالنسبه لنا. هذا البرنامج الحلو الكل ينتظر هذا البرنامج، واحنا نيجي ترى من وراكم بين الشوطين. اي نعم، شكرا. كل التحيه لك.